بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامجنا 6 على 6. فليقولون ما يشاءون فسيرتك العطرة يا رسول الله باقية وهم زائلون. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ. كل سنة طيبين بمناسبة المولد الشريف. قبل ما أخش هنا قالوا لي أحضر كلمتين للمناسبة ديت، فإزاي أحضر كلمتين لحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حبيبي رسول الله هو شفعنا يوم القيامة إن شاء الله. حبيبي رسول الله هو من أسري بي أعرج بي في الإسراء والمعراج ووصل السابع سماوات، مكان لم يصل أحد. كيف أحضر كلمة لحبيبي رسول الله وهو من نطلب أن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء؟ كيف نطلب؟ هو حبيبي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، حبيب الأمة كلها. فإلا رسول الله، وإلا رسول الله أي هانة له، عليه أفضل الصلاة والسلام. في خبر بقاله حوالي يومين متداول على الصحف بتاعتنا، بيتكلم على متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. الخبر ده صراحة بيهم كل المغتربين البصريين في طبيعة العمل دلوقتي هتبقى موجودة ازاي في المملكة العربية السعودية، وطبيعة العقد هتبقى عاملة ازاي، وانا الطبيعي لما هسافر على اي شركة دلوقتي الوضع او الآلية الجديدة بالنسبة لي هتبقى عاملة ازاي. فالخبر بيقول متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إشارة إلى ما تم تداوله حول تغيرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن حال جاهزيتها وتهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. حقيقة الخبر ده هيحط الناس كلها في جدال دلوقتي يا سيد، بالنسبة لنا طبيعة العمل بالنسبة لي دلوقتي في السعودية أو العقد اللي أنا هسافر ونظام العمل بالضبط. احنا معنا تليفون، معنا تليفون لو جاهز ياريت نخش بيه. معنا سيادة المستشار علي الأسمري من المملكة العربية السعودية. سيادة المستشار ألو. ألو مرحبا. يا مرحبا حضرتك استاذ علي. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب وانتم بصحه ان شاء الله وسلامه، والامه الاسلاميه. نحمد الله الذي من علينا بهذا الدين. نحمد الله الذي اكرمنا به. اللهم لك الحمد. اللهم امين. عايزين نعرفوا استاذ علي صحه القرار دوت، وهل هيتم القرار دوت في السعوديه بالنسبه للعماله؟ طيب قبل ما ابدا في الموضوع هذا، اول شيء احب اهني الامه الاسلاميه ذكرى المولد النبوي، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل دائما هذا الدين فقد تكفل به مسبقا بأن يجعله هو راية الحق ويعلو ولا يعلى عليه. اللهم آمين. بالنسبة لموضوعكم اللي هو الكفالة، إلغاء الكفالة في المملكة العربية السعودية، طبعا أنا أتكلم ليس بصفتي صاحب قرار ولكن قارئ للقرار ومفسر له. القرار هذا حاليا هو لم يصدر القرار ده وإنها، ولكن القرار هذا قيل فيه من مسبقا أنه من ضمن المبادرات ومن ضمن الخطط ومن ضمن الأشياء المعروضة على طاولة وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية، ولكن لم يقر حتى تاريخه، مع العلم بأن لو حصل هذا القرار فهو من صالح جميع الأطراف ويصب في المصلحة الأولى في صالح صاحب العمل. صاحب العمل حاليا يتكبد خسائر كبيرة اللي هي المقابل المالي والرسوم الجوازات وشغل. تقريبا الموظف الأجنبي يكلف سنويا فقط رسوم وزارية تقريبا 15,000 ريال. فلو صار الكفالة هذه أصبح صاحب العمل مرتاح ان الاعباء هذه، فلو عنده 10 موظفين مثلا من غير الجنسيه السعوديه او نقول انهم غير سعوديين فعنده 150,000 ريال. فبالعكس لو صار طيب القرار هذا من صالح، وده هيعود ازاي على العامل بالفايده بقى؟ العامل في كل الاحوال لن يعود عليه هذا، بالعكس هو حيعود حينهكه ماليا
ولكن لن يعود عليه فائدة إلا سوى أنه يتنقل، مع العلم أن الأنظمة الحالية تسمح للعامل بالتنقل من كفيل إلى كفيل آخر. فالفكرة أنه حاليا هو بإمكانه أن يتنقل، يعني أنا صاحب، أنا كصاحب عمل لا أستطيع أن أجبر العامل عندي أنه يظل يشتغل وهو غير رغبان، بإمكانه أنه يأخذ نقل كفالة أو بإمكانه أنه يعود إلى بلده. طب سيادة المستشار، بالنسبة للقانون ده هيتطبق على الناس اللي هي هتبتدي اللي هي تسافر، ولا هيبقى في تعديل على العقود اللي هي القديمة؟ إلى الآن ما في أي شيء رسمي، ما زال الوضع كما هو عليه. تمام. إلى الآن ما في شيء صدر ولا شيء رسمي، وأنا أدعو جميع الأخوان، أنا زي ما إحنا برا مصر بنتطرق إلى الحسابات الرسمية الحكومية نأخذ منها المعلومة، كذلك أنا أنادي جميع الأخوان المصريين في بحثهم عن أي معلومة أن يبحثوا عنها من طريق اللي هو من الجهات الرسمية، ولا ليش، لأن هنالك إحنا نعرف الفترة هذه هنالك ناس يرغبون بزرع البلبلة وتشتيت الفكر، حتى إنه قد يكون بعض الأخوان يأخذ معلومة يبني عليها وهو ما هو متأكد، زي ما كان في موضوع كورونا، الناس لما تأخرت في السفر وقالوا إنه اللي يأخذ خروج عودة 6 شهور وتأخذ خروج عودة ألغيت كفالته وما عاد يقدر يخش السعودية، وفي الأخير صدر المرسوم ومددوا لهم الفترة. فهنالك قنوات رسمية يأخذوا منها المعلومة، القنوات اللي هي الفيسبوك والشغلات اللي حسابات الفيك، أتمنى أن ما حد يتابعها أو ما حد يأخذ بالشيء ده. شكرا سيادة المستشار على مداخلة حضرتك معنا، ونتمنى حضرتك تتابع معنا الفترة اللي جاية لو اتطبق القانون. عايزين بس شرح باستضافة كده لحضرتك، هيتطبق بأي صورة بالظبط؟ شاكرين لحضرتك. اللقاء النهاردة مثمر. أنا في البداية بس أوجه بس رسالة للشباب. تفضل. الشباب ما يستعجلش على السفر، الشباب يحصن نفسه أولا، يحصن نفسه بالعلم وبالتدريب، ويحصن نفسه من العقود. العقود هنا سهل إن هو بيمضي، يروح هناك يلاقي قوانين متغيرة. أنا بقول له لازم تسأل مستشارين، وفي ناس موجودين تسألهم قبل ما تسافر. احرص ان يكون عقدك سليم اول حاجة، والمقابل يكون سليم، وانت تكون على دراية بالتعليم والتدريب. العقد اهم حاجة، يعني الكلام اللي هو المعصول في اي مكتب او اللي انت بتتعامل معاه والكلام ده كله، خلي تعامل حضرتك اللي انت تبقى واثق اللي انت مسافر لدولة قانون، كل اللي بيربطني بيها العقد اللي انا بتفق عليه. النهاردة مستنينا على الحلقة الأستاذ إبراهيم المغربي، رئيس الشعب العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والأستاذ محمد تركي سكرتير الشعب العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية. النهاردة حلقة مش عادية، وسوف يعني نقشر عن أنيابنا ونقول كل اللي في نفسنا وكل اللي انتوا سألتوه. إن شاء الله يا رب الحلقة تسع ان احنا نقدر نقول المدادات، وهم شاكرين ان هم يشرفونا ان شاء الله باذن الله. نطلع مع حضراتكم فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام باذن الله، والكلام كله النهارده ان شاء الله هيبقى مفتوح وباذن الله يجاوب على كل شيء النهارده ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لكم تاني، وبنرحب بضيوفنا الكرام الاستاذ ابراهيم مغربي، رئيس الشعب العامه الغرفة التجارية، الاتحاد العام للغرفة التجارية للبصريات، والأستاذ محمد تركي سكرتير العام لشعبة البصريات بالغرفة التجارية. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. أهلا وسهلا. ربنا يكرمك. حبتونا إن شاء الله يكون لقاء مثمر معاكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وأولى أسئلتنا معاك أحمد بقى. هنبتدي مع أستاذ إبراهيم. بالنسبة للسؤال، أنا عايز أعرف ما هي صلاحية الشعبة العامة للبصريات في مصر؟ طيب احنا علشان نكون بنرتب الامور بشكلها الصحيح، احنا الامبريلا بتاعتنا او الرئاسة بتاعتنا اللي بتجمعنا هي الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهي هيئة عامة تم تأسيسها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كهيئة عامة تطبع وزارة التموين. وفي سنة 2005
تم تغيير تبعيتها الى وزارة التجارة والصناعة. الاتحاد العام للغرف التجارية هي منظمة اعمال بتربط كل العاملين في القطاع التجاري وبتقيد المنشآت الصناعية ايضا في الغرف التجارية من خلال السجل التجاري. فاذا منظمة الاعمال اللي احنا نتبعها اللي هي الاتحاد العام للغرف التجارية هي منظمة اعمال رسمية بتتبع الحكومة المصرية. فاذا ازرعت او درعات الاتحاد العام للغرف التجارية في سائر الانشطة منها الدراع المتعلق بتجارة البصريات في مصر اللي هم القطاع اللي انا واخونا محمد بنمثله. بالنسبة لمنظمة الاعمال التي تتبع الحكومة دورها هي الدفاع عن حقوق التجار العاملين في هذه المهنة ممن يحملون سجلات تجارية وبينتموا بالانضمام للغرف التجارية. أنا وظيفتي تتعامل مع التجار ممن يحملون سجلات تجارية، ليس لي علاقة بأي طبيعة نشاط سواء كانت تراخيص أو حملت معاهد البصريات من المؤهلين. إذا كانوا عندهم سجلات تجارية فأنا وراهم، إنما ممن لا يحملون سجلات تجارية فهم لا يتبعون منظمة الأعمال اللي أنا بنتمي لها. فأنا وظيفتي حماية حقوق التجار العاملين في هذا القطاع. واضح جدا دلوقتي إن إحنا بنحامي على التجار البصريين. أيوة. وحتى لو هم اخصائيين وتجار يبقى داخل المظله بتاعتها طالما يحمل سجل تجاري. فانا رعايه الاتحاد العام تشمله في الدوره ديت. التجار حاطين امال كتيره جدا على الشعب العام للبصريات وشايفينها ان هي طوق نجاه لمشاكلهم الكتيره المتراكمه. عايزين نعرف دور، يعني انا ممكن اعرض على حضرتك المشاكل وتقول لي دور الشعب ايه اتجاههم. يعني كده هو كان اول شكوى كان حد اشتكى لي قال لي احنا كتجار بنبقوا قاعدين في المحل ممكن نبقى في ثانيه ابقى متهم يخش عليا بتاع التجاره المراقبه والتجاره يشوف الشنابر غير مطابقة ياخدني كده هوت. فانا ازاي تحميني من انا ابقى متهم واروح معاك كده هوت؟ يعني بص يا سيد، هو بالنسبة لحتة ان هو يبقى متهم فهو مش هيشوف شنبر نظارة او نظارة شمسية ويتهمه. يعني هصلح في صيغة السؤال، لان هو ممكن مش النظارة اللي هتخليه يبقى متهم، انما هو ممكن يكون عنده نظارة ملهاش فاتورة، ملهاش قسيمة بتبين انها تم صرفها من الجمارك مقابل سداد الرسوم الجمركية. ممكن يكون الموضوع ان هو رفض انه يدي فاتورة للمشتري او للمستهلك. طيب انما مش النظارة نفسها اللي هي بتكون وسيلة الاتهام. احنا اصلا كتير من التجار ما بيدوش فواتير لاعتبارات ان البضاعة مش داخلة رسمي بطريقة رسمية. قال لي احميني من الاول من الاساس، اقفل لي الحنفية دي على اساس ان انا ابقى رسمي. فهو الموضوع بالنسبة له ما هي اصلا هي جاية من الاساس مش مظبوطة. طيب بص يا استاذ سيد، كون انها جاية من مكان مش مظبوط او داخلة بطريقة ملتوية غلط، فاذا انا في الحاله دي كمنظمه اعمال انا لا احمل متهربين. طيب مسؤوليتك انت كصاحب محل انك بتشتري من مهرب، دي مسؤوليتك. لو انت بتشتري من مهرب فده تقع عليك اللائمه. هنا مفيش حد هيقدر يحميك. انت قدام مباحث التموين وقدام مباحث التهرب الضريبي لا تملك الا ان تقدم مستندات. كون ان انت بتشتري من مهرب عشان كده ما بيرضاش يديك فاتوره، فانا اعتقد ان دي مسؤوليه انت شريك فيها انت واللي خدت منه الحاجه. انما المستوردين اللي بيشتغلوا بصوره شرعيه بيدوا فواتير. وانا اعتقد ان انت ايدك في السوق وعارف. انا شايف ان في ناس بتديك فواتير دي فعلا. انما اعتقد ان هو بتبقى يا اما مهرب يا اما متهرب من الضريبه. اخدت بالك؟ لان هو تيجي بص تلاقي مثلا بتشتري نظاره من مستورد ب 800 جنيه عشان تبيعها للمستهلك ب 1000 جنيه. تيجي تبص تلاقي المستورد عطيك الفاتوره دي ب 235 جنيه. اخدت بال حضرتك؟ في الحاله دي انت ترفض التعامل مع الراجل ده.
انت لابد احنا داخلين الفتره اللي جايه على نظام جديد لحوكمه التجاره اللي هي بنقول عليها فوتره التجاره الكترونيا. فان انت كون ان انت بيبقى عندك سلعه ملهاش فاتوره تثبت سلامه دخولها للبلد فتقع عليك هنا اللائمه وتستحق ان انت تبقى مجرم من اي واحد هيدخل عليك. ايوه مظبوط. هقول لحضرتك على حاجه، كتير مستوردين في السوق ماشي، احنا بقى دورنا والاستاذ محمد بالذات لانه معني بموضوع ميثاق الشرف اللي هو كان احد اقتراحاته لمجلس الاداره الاول، ميثاق الشرف ده هيمنع التجار اللي زيي وزي حضرتك ان هم يشتغلوا مع المستورد المتهرب او المهرب. المهرب اللي بيدخل البضاعه عن غير الطريق الرسمي للجمارك، والمتهرب اللي بيطلع الفاتوره ب 200 جنيه وهو بيبيعها لك ب 800. يا عم احنا اللي نقدر ننصح اصحاب المحلات ان هم ما يشتغلوش مع النوعين دول. طب واحنا كدورنا بقى كشعبه عامه يعني نقدر نشوف المنافذ ديت اخونا الاستاذ محمد التركي عامل مشروع لميثاق الشرف، هو هيتكلم عنه دلوقتي. ميثاق الشرف ده هيلزم او هيبقى ادفايزر لكل التجار اللي في السوق ان هم لا يتعاملوا الا مع التاجر الشريف. انما التاجر اللي بيدخل بضاعته مهربه او متهرب من الضرائب احنا بننصح كل زملاتنا ان هم يبتعدوا عنه، وهو ده ميثاق الشرف اللي هنتفق عليه. استاذ محمد التركي، طب استاذ محمد ياخدنا ميثاق الشرف، خدنا السؤال برضو مع حضرتك فيه. اتفضل. انا كمواطن مصري دلوقتي لما باجي اشتري نظاره بلاقي فرق شاسع في الاسعار ما بين كل محل ومحل، وممكن اشوف نظاره في محل بسعر مظبوط ونفس النظاره في محل تاني بسعر، الكلام ده كله. فايه التوجهات اللي حضرتك في خطه المجلس الفتره اللي جايه اللي احنا هنقدر اللي احنا نظبط بيها بحيث ان انا ابقى مرتاح نفسيا وانا بشتري النظاره بتاعتي؟ ماشي. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ليا بس الاول تعقيب على موضوع احنا يعني ازاي الشعب العامة بالاتحاد العام بترعى البصري بطريق غير مباشر، بما ان احنا نرعى التاجر اللي هو صاحب المنشأة البصرية اساسا، فبالتالي هو المدير الفني للمحل البصريات هو اخصائي بصريات، ولو احنا بنقدم الرعاية للمنشأة كلها لصاحب المنشأة اللي هو صاحب السجل التجاري والبطاقة الضريبية فهذا يعود، واحنا عندنا مبادرة لتوفيق الاوضاع داخل ضمن الملف اللي احنا عاملينه بتاع الاستراتيجية وميثاق الشرف، فده لازم المحلات توفق اوضاعها وترخص وتوفق اوضاعها الضريبية والمالية، فده بيرعى برضو الاخصائي ومدير الفني لصاحب المنشأة البصرية. انا كصاحب محل توفيق الاوضاع ده صعب عليا، استشاركه ازاي ولا يعني ايه يعني؟ طيب انا هجيلك ازاي تستشيرنا. هو احنا عاملين ملف ان شاء الله يكاد يكون متكامل، هو مفيش حاجه كامله. الملف ده ممكن يزيد بمقترحات الناس وبالافكار بتاعه الناس، عن طريق هرد على سؤال الاستاذ احمد، عن طريق احنا استبيان عملنا بحث ميداني، نزلنا المحلات كتير نسالهم عن اهم المشاكل اللي بتقابلهم. الحقيقة في ناس كتيرة منهم قالوا ان في مشاكل عامة وفي مشاكل خاصة، فاحنا استخلصنا اهم مشاكل وقسمناها وعملنا مشاكل طويلة الامد وفي مشاكل نقدر نشتغل عليها واولوية ليها. المشاكل من ضمنها السياسة التسعيرية اللي قال عليها استاذ احمد، السياسة التسعيرية للمحل. احنا في الدولة بترعى التجارة الحرة، فمن حق اي تاجر هو يحط الهامش الربح اللي هو عايزه بشرطيه ان السعر يبقى معلن للعميل. ما ينفعش السلعه الواحده بيتسال عليها في المحل الواحد بسعرين، يعني ممكن العميل يخش المحل يسال واحد فبكام النضاره دي ومش عارف ايه، ويخرج بره يلف او يرجع تاني يسال التاني فيقول له، لان صاحب المنشاه او صاحب المحل قايل له تبيع اب تو يعني ما بين كذا وما بين كذا، والناس السياسه التسعيريه بتاعتها عندها مشاكل فيها وبتسعر حسب يعني حسب المعطيات والنظارات كمان، العدسه الطبيه والنظاره، وممكن تلاقي في اختلاف في النظاره. فمن ضمن بنود ميثاق الشرف تنظيم السياسه التسعيريه وتنظيم العروض، والسعر لازم يكون معلن في المحل ومحطوط ومنع التفاوض.
يعني ما انت ممكن حضرتك انت وزميلك وجارك الاخصائي اللي زيك او صاحب المنشأة اللي زيك وحاطط سعر كذا مثلا و... وانت بتتفاوض ان هو يبقى، فمن هنا هيجي المنافسة غير شريفة. عشان كده احنا قلنا على الميثاق ميثاق شرف ان احنا نمضيه، وان احنا ان انت يوم تنع التفاوض وحضرتك السعر بتاعك حطه زي ما انت عايز، دي منافسة سعرية حسب العرض والطلب، ولكن يكون السعر معلن ولتنظيم العروض. مفيش عروض ومحطوط شركات كبيره دلوقتي تحط 70% و80% بدون تنظيم. ان شاء الله ده بامر الله في من ضمن ميثاق الشرف اللي هيمضي عليه التجار بامر الله، هيكون في تنظيم وتعاون مع جهات جديدة كتيرة جدا في موضوع العروض والتخفيضات. في حاجه انا عايز اضيفها لكلام الاستاذ محمد، انه من ضمن محددات ميثاق الشرف عشان يبقى عادل ان هو تتساوى الظروف اللي بيشتغل فيها الجميع، بمعنى ان انا تكون التزاماتي زي التزامات اللي جنبي، ما بقاش انا راجل عندي منشأة لها سجل تجاري ولها بطاقة ضريبية بتلتزم بالتأمينات الاجتماعية بتلتزم بالرسوم المحلية بتلتزم بمصاريف النظافة، واحد غير مسجل ضريبيا وما عندوش سجل تجاري، ما عندوش بطاقة ضريبية، ما بيدفعش تأمينات اجتماعية، ما بيدفعش رسوم محلية، ما بيدفعش مصاريف نظافة للحي. فطبعا ده تبقى هنا المنافسة مش عادلة، واحد محمل بأعباء والتاني ما عندوش مصاريف لأنه متهرب من الضرائب. فأعتقد إن احنا من أولويات العدالة الاجتماعية هي حصر المجتمع الضريبي، حصر المجتمع الضريبي ان كل الناس تخضع للضريبه. وفي ظل النظام الجديد للاقتصاد الرقمي المفروض ان كل المنشآت هتتربط برقم معين بيتبع كل المصالح اللي مطلوب منها تحصيل الضريبه والرسم المفروض بقانون. في الحاله دي لابد الاول ان انا احصر الناس كلها يبقى عندهم سجل تجاري وعندهم بطاقه ضريبيه. لانه على فكره انا لما راجعت في جهات كتير عدد الخاضعين لسداد الضريبه العامه في مصر يمثل 16% فقط من العاملين في النشاط الاقتصادي، يعني في 84% بيشتغلوا تحت السلم، يعني في 84% من العاملين في القطاع التجاري ما بيأدوش الضريبه اللي عليهم. وبالتالي انا الاول قبل ما افرض ضريبه او اعلي ضريبه او اخلي الضريبه تصاعديه متدرجه، الاول احصر المجتمع الضريبي ان كل الناس تبقى خاضعه لنفس الظروف، وكل المناخ اللي بيأدي فيه رسوم للدوله الكل يبقى واحد قدامها، علشان هنا تبقى المنافسه عادله. في الحاله دي مش هيقدر ابراهيم يبيع نضاره ب10 ساغ والاستاذ محمد يبيعها ب4. ليه؟ ما الاستاذ محمد بيبيعها ب4 لانه ما بيدفعش مصاريف، انما انا علي اعباء وعندي ارتباطات ضريبية ورسوم محلية وتأمينات اجتماعية ورسوم نظافة، كل دي أنا مكبل بأعباء. الأستاذ محمد عشان راجل متهرب ما بيدفعش الكلام ده، أنا ما أقصدش محمد يعني، الله يحفظك. إنما في الحالة دي الأول لما تستوي ظروفنا تقدر تقول هنا يتحقق العدالة الاجتماعية وتقدر تطبق عليه قواعد. عايز أقول حاجة الأستاذ محمد، عايز بس اوضح لك نقطه. اتفضل. انا دلوقتي مواطن مصري بمشي في الشارع، تمام، استحاله ان انا اشوف حد واقف في الشارع بيبيع علبه دواء، تمام، بس النضاره ممكن تتباع عادي ما فيهاش اي مشكله. احنا عايزين نوصل للنقطه ديت، يعني عايزين نوصل. بس انا هصلح لحضرتك السؤال. سيادتك بتقول ما فيش علبه دواء، سيادتك ممكن دلوقتي نروح سوا اربع اماكن هوديك فيهم في القاهره، منهم في وسط البلد اقرب ما يكون من وزاره الصحه، هوريك أدوية ومقويات جنسية وفيتامينات وحاجات زي الجلوكوزامين بتاع الركب، أخدت بالك؟ طيب. وحاجات للتخسيس بتتباع على الرصيف، نفس اللي بيبيعها بيبيع عدسات لاصقة ونظارات قراية ونظارات شمسية، أخدت بالك؟ وأقول لك على حاجة، يبعدوا عن محافظة القاهرة حوالي 20 متر
ويبعدوا عن وزارة الصحة حوالي 100 متر. طيب هي بس مش منتشرين. الموضوع ده فين طيب؟ مش يعني مش منتشرين زي النظارات، النظارات في كل حي وفي كل محافظة وكل يعني موجودين برضه موجودين يعني موجودين. بص طب احنا خلينا في النظارات، احنا عايزين احنا الحل ازاي بقى عشان عشان الأستاذ أحمد قال في السؤال ان مفيش أدوية. لا ماشي يعني خلينا في النظارات. اه اتفضل. مين معانا؟ ألو ألو أستاذ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. معك الحسين محمد باقي عشان. اهلا وسهلا يا فندم. السؤال حضرتك يا فندم. انا بكلمك من غردقه البحر الاحمر. اهلا وسهلا. بخصوص ان في بعض المكاتب بتطلع العدسات الطبيه لبعض المحلات اللي موجوده ومش مترخصه. نقدر نحكم الموضوع ده ازاي؟ تمام. طب دي بسيطه. كان زمان على ايام اول ما اتخرجت كان في كود بيطلع بيه لكل المحلات. فاعتقد دلوقتي الموضوع ده مش مفعل. يعني هنقدر ان احنا نظبط الاليه دي تاني؟ استاذ حسيني يعني انت جاي من الابسط ان انت بتطلع لمحل ده، يعني احنا وصل لنا معلومات ان هم بيطلعوا اللي باعها جائلين يعني ومستهلكين ومستهلكين. فالموضوع يعني تعدى يعني احنا محل ومتضرر. يعني احنا محل ومتضررين، فما بالك بقى مستهلكين وباع. متهيألي اللي جاوب علينا السؤال ده استاذ محمد تركي، لان مساق الشرف ده اللي انا سعدت بيه لما سمعته ده ممكن يحل المشكله دي. شكرا لمكالمه حضرتك يا فندم. في موضوع الشركات ومكاتب العدسات وورش التركيب اللي بتتعامل مع العميل القطاعي او زي ما الاستاذ بيقول بيتعاملوا مع المحلات الغير مرخصه، الحقيقه الملف ده صعب جدا وشائك، وجربته شركات عدسات كتيره وفشلت بيه، لان الناس بتاخد الكود من بعض وبيجيبوا. يعني لو انت صاحب منشاه، زائد ان احنا دلوقتي لو انت هتحصر المنشات البصريه احنا ما زلنا في مجال حصرها بالتعاون مع الشعب النوعيه. عدد المحلات المرخصه وموفقه اوضاعها لا تتجاوز 15% من حجم السوق البصري. فده رقم يعني الناس فعلا يعني في ناس زي ما قال استاذ ابراهيم، الناس حتى مش عامله ورق خالص. مش خلينا بس خلينا نكمل لحضرتك كمان. ده في حاجه انا بتحزنني انا كاخصائي. اتفضل. ان في ناس كمان بتاجر الرخصه بتاعتها. هو موضوع يعني خليني طيب اقول لك الموضوع ان الناس جربت بالفعل. فاحنا حاطين هنا يعني برنامج هيبقى فيه ان شركه العدسات اللي بتبيع المفروض ان هيبقى فيه اكواد، زائد ان هو هيبقى هيحدد سعر الريتيل وهيحدد سعر الجمله للمحل، وهو اللي بنفسه هيشيك على ده، زي الشركات العالميه الكبيره بتبقى دايما بتشيك على مين اللي بيبيع العدسه بتاعتها وازاي. حتى هنا في مصر برضو بعض الشركات الكبيره بتشيك عليها. فالملف ده ان شاء الله يعني هو صعب. تمام. واحنا كبصريين لينا جزء ان احنا برضو احنا نفسنا يعني زميلي اللي مش فبديله الكود بتاعي والكود بتاعي دي للاوفيس بوي، والاوفيس بوي بعد ما يسيب الشغل خالص يبقى بيشتري بيه. فبرضو هو يعني ملف شائق شوية، بس ان شاء الله يعني لا مش 100%. لا ما لا ما فيش لا حلول 100% عايزة وقت كبير. في حاجة هقول لحضرتك للأمانة بدون ما اسمي اسماء، كل مصانع العدسات في مصر هم حوالي 5 أو 6. المصانع دي ما فيش حد يقدر يطلب منها عدسات الا المحلات اللي بتشتغل معاها بس. المصانع سواء حاطة اكواد اخدت بالك او يعني من غير ما اسمي، بس هم كلهم ما حدش يقدر يطلب منهم. انما اللي بيشتغل بالطريقه دي ان هو يبيع لمستهلك او يبيع لمحل مش مرخص او واحد لسه بيجرب حظه من غير ما يعمل ورق، دول بيبقوا مكاسب صغيره عدسات صغيره. ودول اللي احنا دلوقتي سيرشنج يعني ان هم ان احنا نضمهم لمنظومة التطوير، لأن احنا لابد ان احنا نعاون الدولة على فلترة النظام التجاري وان احنا نخضع للاقتصاد الرقمي. لأنه برضو خلي بالك احنا العاملين في القطاع المصري اغلبهم اخصائيين، يعني ناس متعلمين. مش هتلاقي اصحاب منشآت جهلة يعني. فاحنا من اول القطاعات اللي ممكن نكون اقرب للتعليم، وبالتالي اقرب لان احنا ندخل النظام الاقتصاد الرقمي، علشان ده على فكرة في الاخر هيسهل عملية تأسيس منشأة أو تطوير منشأة أو عمل فروع لمنشأة. بما إن فده بيكبر المنشأة بصورة منتظمة ومحترمة، لأنه
الحقيقة احنا عندنا ميزة ان اغلب اصحاب النشاط عندنا متعلمين، ودي حاجة هتسهل عليهم الاندراج في الاقتصاد الرقمي. استاذ ابراهيم، بما ان الشعب عليها عاطف كبير جدا والشعب احلام المصريين في كل جمهورية مصر العربية بتنظر ليكم، التعاون مع الشعب النوعية البصرية اللي هي الشعب اللي هي في المحافظات، هل ده التعاون الزامي ولا اختياري منهم، وازاي يتم التعاون ده؟ بص حاجة سيد، اي حاجة هتقول عليها الزامية الناس هتنفر منها. طيب احنا بنمد ايدينا للجميع، حتى بالنسبة للمحافظات اللي ما فيهاش شعب. يعني احنا الاجتماع الموسع بتاعنا لما جينا ندعو لي دعينا لي رؤساء الغرف في المحافظات، بمعنى ان في رؤساء في غرف في المحافظات، احنا عندنا 27 غرفة. طيب في منهم حوالي 14 أو 15 محافظة ما فيهمش شعب، دعينا رئيس الغرفة عشان رئيس الغرفة يكلف أحد العاملين في القطاع ممن ليس لديهم شعب نوعية للحضور، يبقى ممثل. فإحنا كمان دعينا مش رؤساء الشعب بس، إحنا دعينا ناس من العاملين في القطاع حتى لو كانوا ملهمش صفة، حتى لو كانوا مش أعضاء في جمعيتنا العمومية للاتحاد العام. لأن إحنا بنمد إيدينا عايزين نعرف إيه نبض الشارع، ايه المشاكل اللي موجوده، لان المشاكل اللي موجوده مثلا في سوهاج غير اللي موجوده في اسكندريه، غير اللي موجوده في دمياط، غير اللي موجوده في الاسماعيليه. كل بلد لها طبيعه نشاط، وده بيثبته مثلا الكلام اللي كانوا قالوه الزملاء ممثلين شعبه البصريات في محافظه الشرقيه. فاحنا بناخد يعني كل مشكله حسب البيئه اللي هي فيها. اخدت بقى حضرتك يعني مثلا في المناطق النائيه بتلاقي ان عيادات الدكاتره عامله باترينة نظارات بتعمل كشف وبتبيع نظاره، فدي حاجه موجوده في محافظات ومش موجوده في محافظات تانية. اخدت بال حضرتك؟ فطبعا احنا دعينا كل اللجان النوعيه في المحافظات، حتى المحافظات اللي ما فيهاش شعب، لانه احنا عايزين نسمع ايه هي المشاكل عشان احط اولويات. يعني احنا كده يعني هنحط مد ايدينا في ايد اي حد حتى لو مش عضو، حتى لو مش عضو. وبعدين حاجه ثانيه بقى، احنا شكلنا لجنه خاصه بالتنسيق بين الشعب، علشان برضو احنا قدام طوفان من المشاكل ممكن احنا كمجلس اداره تفوت علينا حاجات، فاحنا خصصنا لجنه خاصه للتعاون مع شعب المحافظات وتدينا تقرير شهري. طيب استاذ محمد، الفترة اللي جاية ديت هل هيبقى في حلقة وسط ما بين الشعبة وما بين الشركات لصالح الفني والفني او البصري من حيث التدريب؟ دي حقيقة ان شاء الله هيبقى في تواصل مع شركات كبيرة، بس انا ليه ملحوظة كبيرة يعني، وده اللي لاحظتها زي ما نوه استاذ ابراهيم على موضوع احنا صعب جدا نعمل كل حاجة لوحدين. الحقيقة أنا كنت يعني الحماسة واخداني مليون زي ما بيقولوا كده، وداخل بصدري يعني، وإن شاء الله ما زلت متحمس، ولكن في الحقيقة وفي حقيقة الوضع يعني إن هو إن أنت بتلاقي الموضوع صعب، الموضوع داخل فيه بيروقراطية وحكومة ومشاكل كتير، وتحس إن أنت مستحيل تشتغل لوحدك، ومستحيل أعضاء مجلس الإدارة دول لو هم حتى معهم العصاية السحرية هيقدروا يعملوا حاجة. احنا بندعو الناس بكل الطرق، للأسف احنا مش عارف ده هي دي سلبية من البصريين ان هم يعني مكسلين يعملوا حاجة، او عايزين بس ينتقدوا، او من بعيد اصل ما حدش بيعمل حاجة، اصل ما فيش حاجة. طب في النهاية لو ما كانش في نقابة يبقى بلح، طب لو ما كانش في شوية ردود كده اللي هي ايه، طب يا عمي ده أمر واقع، ودي مهنتك ومهنة أولادك، وده كيانك وكينونة ناس كتير. طب إحنا في أرض الواقع مش هتقدر بكل العقليات والخبرات اللي موجودة دي هتعمل حل وسط؟ لو مفيش نقابة يبقى خلاص نسيبها يعني كلها كده، هو زي ما المهنة اللي يزق الباب يخش يعني، هل معقول يعني؟ زي ما ليه حقوق يبقى عليه واجبات. بالظبط بالظبط، والواجبات لازم يأديها يعني. لما انا ادعيك لمؤتمر احنا يعني شلنا كل القيود، ان انت تشارك معايا، ما تشاركش معايا، بلاش يجي مؤتمر، بلاش. لازم عندك واجبات. عايز اقول لك حاجه، انت بصفه شخصيه وانت راجل كبير المقام في مهنتنا، فسيادتك بتيجي ساعات نلاقيك الساعه 9 الصبح جاي من اسكندريه علشان تحضر اجتماع في المنصوره. ايوه خدت بال حضرتك؟ انما على الجانب الاخر وانت من المتصلين بمواقع التواصل الاجتماعي،
بتلاقي ان في ناس قاعده تكتب وبس، ومن المنصوره ما يروحوش. ناس قاعده تكتب وبس. واحد قاعد على السرير عمال ماسك التليفون وعمال يكتب لي رسائل. هي الغرفه التجاريه بتعمل لنا ايه؟ هي الشعبه عملت لنا ايه؟ هي الجمعيه عملت لنا ايه؟ احنا ما نعرفش مشاكل الحته اللي انت فيها عامله ازاي. طيب. فانت بدل ما تقعد تكتب يا عم على الفيسبوك ولا على تويتر، تعالى وكن جزءا من الحل. مش هلزمك انك تدفع اشتراك الشعبه، انما هبقول لك تعالى اعرض مشكلتك وادخل لجنه وانا هدعمك في الوصول للمسؤول اللي في ايده الحل. أيوة. انما سيادتك لو متصور انك قاعد على الكنبه أيوة. ومشكلتك تتحل، ده مش هيحصل. ايوه خدت بال حضرتك؟ الزملاء اللي قاعدين على الكنبه وقاعد على السرير وماسك التليفون وقاعد يكتب لي في حواديت ويقول لك الشعبه العامه للمنظره، يا عم تعالى اتمنظر بدالي. طب عايزين ماشي؟ مشاركه. انا عايزك تشارك، عايزك تيجي أيوة. تدخل لجنه وتروح مشوار دعوه دعوه حتى للشباب، مصلحه الدعوه دي يا استاذ ابراهيم لكل البصريين وكل المهتم بالمهنه والكل عايز يرفع من شأن هذه المهنة وكل اللي خايف على أكل عيشه فيها، إن شارك شارك بأي عمل. صدقني التخاذل أو أنت تقعد بس فقط وتتفرج وتتكلم، لا شارك في المجتمع ده إن شاء الله هينهضوا بسرعة يا أستاذ سيد. يعني ما تخليش الهم على إحنا لقائنا بتاع امبارح ده، محمد التركي ده مثلا قعد 3 أيام ما ينامش، أخدت بال حضرتك؟ وأنا حقيقة كنت مشفق عليه باعتباره إن هو الأمين العام لهذا الملتقى، فهو كان شايل مسؤوليه انت لا تتصورها عامله ازاي. وبعدين مثلا انا ساعات بخاف اكلمه بدري لمثلا يكون رايح شويه، وبعدين امبارح هلاقيه بيكلمني الساعه 9 موجود تحت الاتحاد ماشي. هل 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 محمد التركي ده عنده غرض تاني غير انه عايز يخدم؟ لا طبعا. فاللي قاعد على مؤاخذه على الكنبه او قاعد على السرير وقاعد يحكي لي حكايات، اخدت بالك؟ واحنا عايزينكم تعمل لنا نقابه. يا عم الحاج انا مش هخدمك وانت قاعد على السرير. أيوه. انت لو لم شارك. تكن جزءا من الحل أيوه. فاحنا مش هنعرف نحل لك حاجه. يا سلام. بس عايز اقول لي ان في المكالمه اتفضل معانا السيد رشوان من اسكندريه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. ازيك؟ برحب بضيفك الكرام عالم البصريات استاذ ابراهيم المغربي، استاذ احمد تركي، استاذ سيد عبد اللطيف. اهلا وسهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنة طيبين ومولد نبي شريف عليكم وعليكم وعلى أمة الإسلام جميعا. كل سنة طيب هو يا ربنا بارك. الله يخليك. كل سنة طيبين. شكرا. اتفضل يا فندم. كان ليا سؤال عند حضرتك فضل. بس أنت نلاقي النظارات يعني في ضوابط في موضوع المحلات والبيع والشراء، إن أنا النهارده بدخل أشتري نظارة طبية يعني أنا بحس إن هي المفروض تبقى زيها زي أكني داخل صيدلية، يعني ما لقيش الموضوع إن واحد بيقول لي النظارة دي ب 700 وعشان خاطرك احسبها لك 550. يعني انت تلاقي الموضوع فيه ضوابط شويه في المحلات، لان الموضوع بحس ان في اللي بيعرف يفاصل احسن هو اللي بيقدر يشتري نظاره. موضوع الاسعار اللي احنا لسه متكلمين عليها، هو مستهلك ولا اخصائي؟ مستهلك. مستهلك. يا سعادتك انت ليك كل الحق في اللي انت بتقوله، والحته دي على فكره اللي بتدخل اول ما تدخل يقول لك انا هعمل لك 50% ده انصحك انك ما تشتريش منه. انا لانه في الغالب هيغشك. في مساله في الموضوع دوت، يعني احنا بنمثله على نفسنا. انا بصراحه لما بخش اي محل عشان اشتري حاجه ما كانش السعر قدامي معلن، يعني لو لقيت حد انا من الناس اللي ما بتعرفش تفاصل، فلو شفت مثلا بيتعامل مع عميل بيفاصل يقول له ده بكذا وعشان خاطرك مش عارف ايه، مهما عمل لي خصم انا حاسس برضو انه ضحك عليا. لو ب1000 وحسب لي 900 اقول طب انا ما شطرتش عليه. يعني طبعا وجود الشعب العامه ان شاء الله وموجوده ان شاء الله هيبقى في ضوابط ان شاء الله. شكرا على السعر جدا. شكرا استاذ محمد. خلينا اخش مع حضرتك في نقطه تانية. انا كراجل اخصائي بستغرب ازاي العدسات انا مش عارف اللي انا ابيعها في المحل اللي انا موجود فيه. فانت رايح حضرتك في العدسات اللاصقه؟ قصدك العدسات اللاصقه؟ العدسات اللاصقه هي في البدايه، في بدايه الامر خالص ما كانت محظوره تماما على محل النظارات. انا اشتغلت في المهنه دي سنه 98، كان مجبر محل النظارات ان هو يحط يافطه ويقول لا نبيع العدسات اللاصقه. لا يعني مش بس حد ان انت يقول له ما تبيعهاش، لا لازم تحط يافطه في الباترينه. والحقيقه كل الشركات اللي كانت موجوده كانت بتحذرنا كشركات توزيع ان احنا نبيع بيع غير قانوني لمحلات النظارات او ما يشابهها. والحقيقه ان ده حق اصيل للبصري في كل العالم،
فبصراحة أنا ما كنتش من الناس اللي بيطيعوا هذا الشرط، وكنت بعمل كتالوجات في عز ما كانوش بيردوا الكتالوج غير للدكتور، كنت بطبع كتالوجات وكنت بفهم الناس، وكتير من زملاتنا يعني بنتبادل المعلومات ازاي يبيعها وازاي ينصح العميل بايه، الى ان الامور تطورت وان شاء الله مكاتب العدسات زادت ومحلات النظارات. فاجئ الاستاذ محمد بس الجمله في العدسات اللاصقه وبعد كده نصيحة للإند يوزر. طب بس في حاجة مهمة قوي عشان احنا في حاجة مهمة قبل ما الأستاذ محمد يدخل في الجزء المتخصص ده، إن العدسات اللاصقة أساسا حكر على دكتور العيون، ده صحيح القانون. إنما دلوقتي أكتر الناس اللي بتبيع العدسات اللاصقة هي الصيدليات ومراكز التجميل والكوافيرات ومحلات النظارات برضه حاجه، محلات النظارات بس يعني ما هو محلات النظارات في الحته دي برضه لو دخل لهم مفتش من وزاره الصحه يعمل له قضيه. انما المشكله بقى ان هم سايبين الصيدليات ومراكز التجميل، ولو تروحت مراكز التجميل تلاقيها بيديها العدسات اللاصقه تلبسها وهي عروسه وترجعها له ثاني يوم يديها العروسه ثاني ياجروها. فطبعا دي قنبله موقوته الاستاذ محمد هيحكيها عشان الوقت، بس عايزين الاستاذ محمد يحكي لنا. طب بس في جزئيه عشان هي كلمه ونص، ان تعديلات القانون 193 لسنه 59 بتاع تراخيص المحلات هتشمل، احنا انجزنا منه بعض المواد مع وزاره الصحه، وهم الحقيقه تفضلوا ان هم هيدوا اقترحوا ان هم يدوا حق بيع العدسات اللاصقه لمحلات النظارات بموجب توصيه طبيه، يعني تذكره تركيبها. طب سريعا كده صرفها بمواصفات طبيه. للاسف وقت البرنامج فاضل دقيقه بس. طيب نصيحه حضرتك للمواطن ايه بالنسبه لعدسات اللاصقه؟ والله بص، لو انت بتشتري عدسات لاصقه لازم تشتريها من مكان موثوق فيه، زائد ان انت ما يعني انا بشوف الناس في محظورات احنا دايما بنقولها، ان العدسه ما ينفعش تنام بيها مهما كان الاوبشن انها تنام بيها، ما ينفعش تاخد شاور بيها، ما ينفعش تنزل بسين او البول للاولاد، شيء كتير بيجن عينيهم ملتهبه وبيقولوا ان هم اصل نزل البول اصل هو ما ينفعش يلبس نظاره او حضر ماتش كوره وخد شاور بعدها وهو لابس العدسات، لان دي بتبقى في خلايا مجهريه وميكروبات ما بتبانش في العين، بتبقى بتعمل جو رطب بين العدسه وبين القرنيه وبتعمل التهابات بتعمل مشاكل. النصائح اللي بقولها، اللي بما ان في عدسات فيك كتيره ومنتشره، احنا نفسنا كمحترفين ما بنقدرش نفرقها من الباكج، عشان اقول لك مثلا باكج عامل كده لا افتحي ده، الكلام ده كله كلام فارغ. الاصل في الموضوع المكان اللي انت بتجيب منه، خليك في مكان موثوق فيه ومكان معتمد، واعرف ان كل العدسات اللي بتجيبها من اي مكان لو هي من شركات وتوكيلات محترمه هي مضمونه بالضمان ضد عيوب الصناعه، يبقى ما نجريش على السعر ما عدا القطع طبعا، يعني لا ما نجريش على السعر. الناس فعلا السعر. بتجري على السعر، ممكن يشرب فنجان الكابتشينو مثلا في حته ويدفع له 100 جنيه ويجي على العدسه طب ويسترخص. المدد المبالغه كمان، لو انا كنت حابب اقولها في عجاله كده، المدد اللي الناس كجمله او قطاعك او سيلز واقف في محل او الناس اللي بتستقبل، عايز اقول ان 90% او 95% من العدسات الملونة اللي في مصر هي كوارتر، يعني 3 شهور استخدامها، 3 شهور مجازا للناس. لازم لما انا ابيع العدسة بقول للناس المدة الصحيحة، ومن خبرتك ان انت ممكن يعني تتجاوز في ايه، لان الناس ما بتمشيش على النت زي دواء الكحة كده اللي بنحطه في الصيدلية المفروض بعد شهر نرميه، فهو الناس يعني فانت لازم تقول للعميل، والعميل لازم يخاف على عينيه اكتر من اكتر منك. العدسه الوان دي لو هي مثلا بتقعد معاه اسبوع او اسبوعين، هو شايف الاحرص على عينيه، فهو الاحرص على عينيه ان هو يرميها بعد يوم. انما انت كمكتب بتقول له وان دي، انا بقول له وان دي، ما تقولوش بقى بتقعد معاه شهرين. برضو في جزئيه كده في الموضوع دوت، ان انت بتقول له العدسه مدتها قد ايه، والاكسبشن ان انت ممكن تقعدها تجاوزا ممكن مده قد ايه اكتر منها. مزبوط. وفي ناس خارجين عن القاعده خالص، يقول لك مثلا انا لبستها 3 شهور وما حصلليش حاجه، فده شاذ عن القاعده وما فيش. ممكن نستقبل برضو المكالمه دي مع حضرتك؟ اتفضل. الو الو. ايوه يا فندم. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. استاذ محمد اتفضلي. الو معاك استاذ محمد. انا عميل عند حضرتك في السنتر. يا اهلا بيكي. انا كنت عايزه اشكر حضرتك لان انتم متخصصين فعلا في العدسات، وانا كان بقالي فتره بدور على حد متخصص بس في اللينزز،
فاكتشفت يعني العنوان بتاعكم بالصدفه. بس حقيقه انا عايزه اشكر حضرتك على التعامل وعلى الاسلوب وعلى البروفيشناليتي اللي موجوده عندكم. انا ما حضرتك على الهواء كان لازم يعني اعمل المداخله دي. ربنا يخليك متشكر. شكرا لحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا. احنا بنشكر حضراتكم على اللقاء الجميل ده. ربنا متعنا. ربنا يكرمك. والوقت جري معاكم بصراحه. عايزين حلقات ان شاء الله. لا انا ما قلتش اي حاجه والله. يعني انا جاي النهارده حلقه ساخنه ولا احنا عايزين ان شاء الله برضه حضرتك ايه مستمر كده معانا ان شاء الله. استمرارك ده هيكون له دعم كبير باعتبارك من اهل الثقه. ان شاء الله. ان شاء الله. شرف لنا فندم. باذن الله. شرفنا. شكرا. شرف لنا فندم. شكرا على اللقاء الجميل اللي انت ده. وباذن الله دايما في الافضل مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام.